إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن قضية الثبات لابد أن تستمد من كتاب رب الأرض والسماوات. حتى تثبت خذ بأسباب الثبات واصنع مقارنة بين الدنيا وبين الآخرة، اصنع مقارنة بين الفانية وبين الباقية. أما أيام الدنيا فمعدودة محدودة، كم ستعيش؟ عش ما بدا لك، عش ما بدا لك، 1000 بل 2000، ثم المصير إلى النهاية والموت والزوال. وأيام الآخرة لا تنتهي ولا تنقضي، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. في الدنيا مرض ووهن ومصاعب وآلام، أما هناك إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا. هنا من طفولة إلى شبيبة إلى كهولة إلى شيخوخة ثم إلى النهاية والمصير، هناك إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. لا تنقضي أيامها ولا يمرض أهلها ولا يبلى شبابهم. تبدل هذه بتلك، يا عجبا يا عجبا للناس لو فكروا، حاسبوا أنفسهم أبصروا وعبروا الدنيا إلى غيرها. إنما الدنيا لهم معبر، لا فخر إلا فخر أهل التقى، غدا إذا ضمهم المحشر ليعلمن الناس أن التقى والبر كانا خير ما يدخر. حتى نثبت لابد أن نعرف ما الأجر المترتب على الثبات، ما الأجر المترتب على الثبات. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول بأبي وأمي والذي نفسي بيده، إنكم لتتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري في السماء. أسألك بالله العظيم كيف وصلوا، أسألك بالله العظيم كيف وصلوا إلى تلك المراتب الرفيعة وإلى تلك الدرجات العالية. ذكر الله كيف ثبتوا وكيف وصلوا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال أهل التفاسير لما وصف نهارهم كان من المناسب أن يصف ليلهم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم انظر في توحيدهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم قال وساق والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الآية تغير مجرى القوم، آية واحدة تغير مجرى القوم. فانظر ماذا صنعت فينا الآيات في القرآن من الأوامر بإقامة الصلاة أكثر من 90 أمر. ثم انظر في واقعنا مع صلاتنا ويقرأ على أبي الدحداح آية واحدة تغير مجرى حياته. أمتنا ألعوبة باليمين واليسار، نرجو صلاح الدين، ندور في مأساتنا حتى أصابنا الدوار، لكن لا خيار من موتنا فوق شغار السيف حتى يصير الشوك جل نار. موقنون يا مستار بحقة المشبار، فإن النصر مع الصبر والصراط فوق النار. هذه باختصار كلمات اعتذار عن أمة تعدادها مليار ليس لها قرار. أزيدك من أخبار الضياع والضائعين والمنتكسين، برنامج في التلفاز يسمى أكاديمي ستار ينشر الفاحشة والرذيلة ويصوت له المسلمون، يصوتون للعاهرة وللفاجر وللمغني والمغنية أيهم أدى دور الفجور كما ينبغي. ثم يستقبلون المكالمات والتصويت. تقول الإحصائيات الذين صوتوا لذلك البرنامج من العالم الإسلامي في أيام 70 مليون، 70 مليونا صوتوا للعهر والفجور والضياع. ويوم أن نادت الأمم المتحدة، يوم أن نادت للتصويت لرد الحرب عن الضعفاء في أفغانستان، لم يصوت من المسلمين إلا 3 مليون. لم يصوت حتى لا يقتل المسلمين ولا تنتهك أعراضهم ولا تسال دماؤهم. لم يصوت إلا 3 ملايين.
وصوت للعهر والضياع أكثر من 70 مليون. واليوم صغارنا يستقبلون غانيا ومطربا بيده قيثار، ولاعبا في صالة المطار بالورود والأزهار. مستار يا مستار، هذا زمان العار، من طنجة إلى قندهار معتقل يعيش حالة احتضار. أمتنا ليس لها قرار،